تكنيك التنفس وكيف ممكن كل هالامور وبما فيها المديتاسيون يساعدونا انه يصير عندنا سلام داخلي، خاصه بهالاجواء المشحونيه اللي عم نعيشها للاسف بلبنان. ولكن لكل حادث حديث، ومع رياضه اليوغا اكيد هيدا العالم بيخدنا الى عالم ثاني، بخلينا نريح اعصابنا اكثر لنقدر نتماشى مع الوضع الحالي اللي نحن فيه ونظهر منه باقل خسائر ممكنه. بيسعدني رحب بعائد غانم، خبير في رياضه اليوغا الفكريه والجسديه. صباح خير لك. صباح النور لك ولكل المشاهدين. لك الحمد لله على السلامه، لانه هلا انت كمان كنت على طريق عريا، فالحمد لله انك وصلت بالسلامه. ميرسي ميرسي، الله يسلمك. بدنا نحكي عن تكنيك التنفس، يلي انا وياك بالحلقه الماضيه حكينا شوي كيف لازم يكون عندنا تكنيك انه نتنفس بطريقه سليمه، وانه عن جد اذا تنفسنا مثل ما بيتنفس الطفل هالشيء بيعطينا انتعاش حتمي وسلام داخلي. وبدنا كمان نحكي شوي على المديتاسيون، يعني كل الامور فيك تعطينا اياها تنروق، نحن بنكون ممنونين. بشو حابب تبلش؟ اول شيء بحب ارجع ركز على قصه النفس، بذكر بس المشاهدين مثل المره الماضيه ما حكينا، عندنا ثلاثه اسبكتس، ثلاث وجهات حتى نعرف النفس شو هو. وبرجع بذكر كلمه نفس او نفس بالعربي هي فرق، يعني حركه وحده، نفس الكلمه بس يعني النفس بتاثر على النفسيه، كثير مهم. وباللاتين تيرم هي سبيريتوس او النفس او الروح، كمان هي ذاتها. فبهمنا نتفق اول اتجاه للنفس هو نعرف انه نحن عم نتنفس، نتذكر انه عم نتنفس. وبذكرك المره الماضيه وقت اللي حكينا، خلينا ناخذ نفس كلنا سوا مع المشاهدين هلا بالعيون، ناخذ نفس عميق، ناخذ نفس انهيام، ومن المنخار كمان بنفضي نفس، بنفضي نفس، بنفضي، بننتبه على النفس، بننتبه له. اوكي، من المنخار، من المنخار اكس هي، من المنخار. تمام تمام تمام. كم مره عن جد بدها تمرين، بدها يعني تمرين. نحن عم ناخذهم من تمنا، من تمنا او بننسى او بننسى، يعني من هلا من الصبح لهلا كم حدا من المشاهدين عم يحضرونا اخذ نفس عميق مثل هيدا وانتبه له؟ انا باكد لك 0.1% من العالم تنتبه على نفسها. ونحن بلا نفس ما بنعيش. الله اعطانا نعمة النفس حتى نستعمله. فبتجي اليوغا بتقول لك لازم تعرفوا كيف تستعمله. هيدي اول وحده، نتذكر ناخذ نفس عميق. يلي ما بده تكنيك، يلي ما بده يجي على اليوغا، يلي ما بده يتذكر ياخذ نفس عميق على القليله 4-5 دقائق بالنهار، الصبح وعشيه. هيدا النفس لحاله شو بيعمل؟ النفس العميق بيشغل شيء اسمه الجهاز العصبي الباراسمباثيك، ما فوق السمباثيك او ما فوق الحسي، سمباثيك اذا بدك. هيدا الباراسمباثيك سيستم لحاله بيروق لنا دماغنا، بيروق لنا جسمنا، بجدد الخلايا، بيطلع انرجي حلوه. هيدا السلام الداخلي نحن عم نحسه، مستحيل نحسه اذا في ورانا بسموه فايت اور فلايت سيندروم، اذا في ورانا شيء عم يهددنا او خايفين من شيء على طول. بس عائد هيدي بدها تكرار كم مره بدنا نعملها؟ يعني لنبلش نحس اذا بدك، اكيد بدها مش مره ومرتين انا بعمل هيك بصير يا لطيف. لا اكيد طيران. لا ما هي بدها تكرار. انا قلت كم مره ورا بعضهم لازم نعمل؟ اوكي، نحن نبلش 5 دقائق، 5 دقائق مع بعض. يعني اذا واحد بده يترك كل شيء، اول شيء بيترك السيلولر، اهم شيء يتركه على جنب، مش انه يي ناطر واتساب وناطر إيه كذا، اجى مساج واجى بيبي. وهلا نحن لازم فينا ما تركاج هلا، اللي خاصه اللي بيعمل سبسكرايب ما تركاج بالاخبار النيجاتيف. نحن بالحالات العاديه والنيوز الاخبار لسه اخبار كله نيجاتيف، واخر شيء بنمر قد 5 دقائق متفرقات من حول العالم، هيدي اللي حبلت على عمر الستين وهيدا اللي عارف تذكر يا ناس الحلوين اللي مرقوا. هلا ما فيك يعني بتحط تلفزيون، يي بتحط تسمع اذاعه، يلا تفتح فيسبوك، تفتح انستغرام، كله تا 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 تا. ما اول شيء بدنا نشيل هيدا ونحط، مش يعني نحن عم نتجاهل اللي عم بصير، لا اللي عم بصير عم بصير، بس بيقدر هو يصير وانا عندي 5 دقائق من حياتي روق جهاز العصبي ويفوت من هون ويطلع من هون وما ياثر فيي، واعمل اللي علي، مش عم بهرب. لا، اذا علي مسؤوليه كثير مهم انه اعمل مسؤوليتي. يعني انا مثل ما حكينا عن المديتيشن المره الماضيه، انه انا مقدم مثلا كل خميس عشيه الساعه 8:30 عندي مديتيشن، وكل اللي بيطلع من هالمديتيشن بقدمه مساعده للعالم. مش انا قاعد عم بقعد مديتيشن وبدي بدي بيس وعم باخذ حقي وبحط مسؤوليتي بجيبتي، مثلا عم بعمل اللي علي، عم بجرب تو كونتريبيوت. يا عم ساعده غير ساعد خيك الانسان، الرساله الاساسيه رساله ساعد غير خيك الانسان. هي ما في النا، ما في النا الا بعض، يعني ما في النا بلبنان الا بعض، كلنا ما النا الا بعض، البشر لازم يفكروا هيك. فكيف النفس وقوه النفس نحن بدي اخذه؟ 5 دقائق اذا بحط كل الدستراكشنز، كل الاشياء اللي بتاخذ لي انتباهي على جنب وبقعد لحالي بس 5 دقائق، ما بدي اكثر، باخذ نفس عميق، بغمض عيوني احسن، لانه العيون انه بس نعتازهم نستعملهم، بس اذا ما بنعتازهم بيلهونا.
سو المهم انه ما نلتهي بمعنى كيف يعني اذا ما بنعتزهم اذا ما بنعتزهم لهنا يعني اذا انا قاعد وعم باخذ نفس انا وياك هلا مثلا عم نعمل براكتس ومركزين وكله بيفتح الباب بالغلط او بيجي بتمرق سياره او ضوء صغير شمس يا اختي بتفوت مش دغري انتبهي بتمشي بيمشي دبانه اذا دبانه بتنقل من هون لهون انتبهي بروح على الدبانه وانا بلا عازف شو بدي فيها بس اذا كنت انا عم بعمل مديتاسيون مزبوط وفت انا بعمق المديتاسيون بضل شوف الدبانه وفتحت الباب لانه أكيد أكيد. بتحسهم قاعدين رايحين بعالم خاص نو هيدا لا ابدا هيدي فكره مغلوطه عن المديتاسيون هيدي فكره مغلوطه انه انا بقعد هيك وبروح على الهيمالايا او بقعد حبيس او بقعد كذا وهيك وبرا ما ابدا انا قلت بيعمل مسؤولياته وواجباته اللي بيعمل مديتيشن تامل مزبوط بينخرط بالحياه بشكل كتير كتير فعال اكثر من اي انسان تاني ليش لانه هالانسان اللي عم بيعمل مديتيشن وتامل صار في عنده حضور والحضور الفكري وما بيلحقوا حضور جسدي الحضور الفكري والجسدي بيلحقوا توازن عاطفي توازن العاطفي بيلحقوا حكمة الحكمة بتقلك انه بتعرفي تعمل العمل المزبوط بالوقت المزبوط محله مش لا زيادة ولا نقصان على القد هون في فكرة مغلوطة عن المديتيشن صراحة هو اللي عم نحكي عنه هو التجاوز إذا بدك فكرة إنه هيدا بتحسي إنه رايحين بديني غديني بس هيدا الشيء أبدا أبدا مش لازم يكون على فترات طويلة بيقدر يكون فترة صغيرة بس مش يعني بيعمل سيبريشن بينفصل عن واقعه الإنسان وبصير بمحل تاني أبدا مش هيك وفي كتير ناس تعمل هيك بس مش عارفة انه عم تعمل مديتيشن مش بطريقة صحيحة صراحة تبع عقد يلي عن جد بحط براسه هلا كمان بتفرق هون بين اني مثلا انت قلت لي تعي سحر اعملي معنا يوغا نعم بتفرق كثير اني انا اكون مقتنعة انه انا بدي اطلع من هاليوغا اخذ نتيجة انه ايه اكيد انا رح اتحسن اكيد وبتفرق بين اني اقول رح اروح لعند عقد اعمل 100 جلسة يوغا ايه شو تنفست وطلع التنفس وما استفدت شيء ايه؟ هون كمان الانسان حكمه على الامور هون صح بس ولكن تقول لك شيء هيدا اللي عم تحكي عنه هو اسمه بلاسيبو اوكي البلاسيبو موجود حتى بالطب موجود البلاسيبو كيف بيعملوا الساينتفك ريسيرش بيعملوا مثلا دبل بلايند ترايلز بسموها ناس بتعرف انه عم تاخذ وناس ما بتعرف انه عم تاخذ بلاسيبو بسموها بتكون عم تعطي هيدا اللي عم تجربيه للناس وهو ذاته عم تعطي بيل تاني سكر شوجر بيل لحدا تاني اذا حدا عم بيجي لعندي وعم بيقول انا البلاسيبو انه انا مقتنع اوكي بيستفيد اكثر لانه مقتنع بحاله بده يستفيد بس اذا عم بحكي عن شيء علمي عم باخذ نفس عم زيد الاكسجين على الدم عم حرك عضلاتي وعم بعمل ستريتشز بجسمي عم بيطلع اللاكتيك اسيد من جوا عم بعمل ستريتشنج اكثر عم برتاح غصب عني يعني مثلا اللي بتحبسي له نفسه ما فيك تقول له بلاسيبو تنفس انت ما حتموت بدك تموت وما في حدا بتشمميه مثلا اسي او شيء غاز مثلا كربون هيك بده يختنق ما في يكون بلاسيبو انا ما عم بيصير لي شيء ما بيصير له شيء نو في اشياء بتحصل سو اللي عنده بفكر بالبلاسيبو واللي لا اثنيناتهم رح ياخذوا نتيجه ليش؟ لانه سمبل التكنيك ات وركس بكل بساطة يعني التكنيك اليوغا مع التنفس مع الريلاكسيشن الرياحة بتوعي الباراسمباثيتك نيرفس سيستم مثل ما قلنا وهون بس يوعي لحاله الإنسان بده يرتاح هلأ الزيادة على هيدا قلنا نحن بدنا نتذكر ناخذ نفس عميق 5 دقائق الصبح لحالنا 5 دقائق المساء لحالنا اذا بنشوف السكرين تايم تبعنا قديش عم نقضي وقت في ناس بتقول لي ما معنا وقت شوف قد ايه عم بقضي وقت على السكرين بيطلع بيقضي وقت بلاوي بس لانه سكرولينج ساعات على هيدي ساعات يا عم اعطي جسمك وروحك ونفسك 5 دقائق كثير يا جماعه كثير هاي اشياء اساسيه يا عم نحن خلقنا بالنفس اجى النفس وقلنا الوعى بعدين النفس اهم شيء وبس يروح النفس باي باي يعني ليش نحن ما واحد بيقولوا بيندم على لا ما هو وانت معك عندك ايه وعندنا هالحياه خلينا نتنعم بهالنعم اللي الله اعطينا اياها وننفذ هالتطبيق قد ما فينا نستفيد منها يعني عن جد انه بالامور اللي مش اساسيه يعني الامور السنويه عم تهتم فيها وهي لا بتجيب ولا بتاكذب ولا بتاخر بالعكس بتنزلك لتحت اكثر والامور المهمه يلي بدها ماشي يعني هلا حضرتك عم تحكي عائد عن التنفس اذا عن جد نحن كل يوم 5 دقائق بس قد ايه وهذا التنفس مش عم نشتريه موجود يعني بس نحن بدنا نتعلم الطريقه بس هون في تشكيك يعني في كتار بيقولوا لك انه هلا رح نستفيد ما هالنفس اصلا عم بيفوت وعم بيظهر وما عم بيأثر في ناس بيقولوا لك انه ما كتير اذا بدك مغرومين بهيدي الفكره بس انت عن سابق دراسه وحضرتك خبير بهيدا الشان مره اكيد رح تستفيد صح انا بقول لكل الناس اللي عم بيفكروا بهالطريقه تعوا جربوا وانا ما بدي عندي تحدي أنا بيست على اختبار عمره 25 سنة بهالدومين
بين رياضة اليوغا وبين التنفس والتنفس وبين التأمل وبين الفكر وبين الوزدم والحكمة ومعرفة الحياة، هول كل القصص سهلة كتير. يعني هي الله خلق القصص مبسطة، بس نحن نبسطها نسهلها، هونها بتهون ما هيك. تعال جرب اللي عم بقول هيك، أنا بوعد إنه بخمس دقايق مستعد، بس بخمس دقايق يحس الإنسان بفرق، مش بفرق عادي، إيه يلا إذا بنفذ مزبوط بحس بفرق كتير كبير. بس وين التحدي بيصير؟ ما في ناس ما عندها نسبة تركيز عالية، هون ما نبلش معها من بدي من من الـ من الـ إذا بدك الكي جي 1 من أول شيء، يعني من الأساس لايك من الحضانة رايت. وإذا ما عنده نسبة تركيز مثلا عم ينسى، في ناس كتير بتبلش تنسى، بروح عند وات ايفر بيجي بياخذ هالسبلمنت ولا هيك ولا هيك ولا ما بيشرب ماي دي هايدريتد ولا كذا. الأكسجين النفس اللي بناخده من الأكسجين لحاله شغلته يوعي الذاكرة ويرجعها ويحفزها، نضل نحفز الذاكرة حتى نضل عندنا. قلت لك شو اللي بيعمل المديتيشن ويوغا وتنفس مزبوط، بصير في عنده حضور. حضور يعني بريزنس، يعني قوة، يعني قوة فكر وقوة ميموري انه يحفظ، ومش بس قوة فكر وميموري، قوة توجيه لفكره، وهيدي اهم شيء اليوم، توجيه للفكر. ديركسيون، نحن عم نمشي بالسيارة، إذا ماشيين الديركسيون على الطريق بنمشي صح عادي، إذا ماشيين الديركسيون مثل ما إذا الديركسيون مثل ما بده أخذنا بفوتنا بالحياة باي باي. سو الفكر نحن هو مثل الحصان كتير قوي، إذا هو كان الخيال بكسرنا، إذا بيروح لهون وبنط على النيجاتيف وبيطلع وبينزل وتا تا 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 وكذا وبصير انكزايتي وديبرشن بعدين وقصة. بينما إذا نحن كنا الخيال هو الحصان، تخيلي الحصان كثير قوي، وين ما بدك إذا الخيال مزبوط بيوديه صح. طب أنا ليش بدي آخذ فكري بالقرار بقرر؟ ليش بدي آخذ فكري عن النيجاتيف وضلني نيجاتيف 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 حتى الباراسمباتيك سيستم ينخر لي راسي ويقتلني، يقتل الجهاز العصبي؟ ليش؟ بقرر يا أختي بهلا عم بصير عم بصير، أنا إلي دور فيه ايه او لا، هون بحط مسؤوليات علي. اذا انا لازم اعمل شيء ما عم بعمله خليني اعمله، بقوم وبعمل. انا لازم اجي لعندك اليوم، انتو جيت لعندك وعندي حضور وخلصت كل شيء وتمام كله تمام. اذا عم مسؤولياتي كلها عم بعملها، ليش بدي اترك مخي يخدني على النيجاتيف والسلبيات يلي انا عملت اللي علي فيها؟ بوقف برجع لنعمه الله على بخلقه، باخذ نفس وبتشكر ربي من جوا انه انا بعدني عم بوعى وعندي هالنعمه هيدي، خليني استفيد منها واستفيد منها انه استفيد غيري فيها. اكيد عائد كتير بيربطوا دائما المديتاسيون باليوغا، بيقولوا لك ما في يوغا بدون مديتاسيون وما في مديتاسيون بدون يوغا، وفي اختلاط يعني بيختلط عليهم هذا الموضوع. في ناس بيقولوا لك لا، المديتاسيون هو علم قائم بذاته واليوغا هي علم قائم بذاته، وفي كتير بيقولوا انه اثنين سوا لازم يمشوا سواسيا مثل ما بيقولوا لنوصل للطريق الصحيح. شو رايك بالموضوع؟ اوكي، التأمل موجود من ايام اول ما خلق البشريه عادي. كان بجرب واحد يقعد بالبريه ما يعمل شيء، بس يقعد بالبريه عم بيشوف كل العلماء اللي اجوا، كيف نيوتن شاف التفاحه وكيف الارخميدس كب هذا وطلع البويانت فورس من تحت، كله بسموها المشاع، ان واحد اوبزرفر يعني تو اوبزرف، بس يتطلع على الاشياء من دون ما يكون اندلجد. اذا بيقدر الواحد يفصل وبس يتطلع على الاشياء، وهي الاشياء بتبلش من جوا لبرا مش من برا لجوا. انا مثلا هلا عم بطلع بالاستوديو، بطلع صح قدامي عم ببرم عيوني، اوكي تمام، ام اوبزرفينج ما مش انترفيرينج، عم براقب يعني، عم راقب صح أي. المراقب صح عم راقب. اذا عم راقب هيدي الحاله وانا عم راقب فكري، مين اللي عم براقب؟ هون صارت حاله تامل لحالها، مش بحاجه لعاديه. يعني مثلا انا هلا موجود، عائد موجود أي. وعائد عم بفكر وعم يحكي اوكي، طيب اللي عم يحكي واللي عم بفكر هو عائد right. طب اذا انا بفصل وبطلع وببلش براقب افكاري، مين اللي عم براقب الافكار؟ هو واحد عائد بعده، هو ذاته نفس الشيء، بس ولكن فصل طلع على مرحله وعي اعلى ما انه يكون ماخوذ بالفكر، مش الفكر بنطنت، في مراقب حتى للفكر وفي موجه للفكر. هيدي الحاله حاله تامل اوتوماتيك، وهي موجوده عندنا ثلاث حالات بحياتنا اليوميه، عندنا ثلاث حالات وعي اللي بنعرفهم. هو في سبع حالات باليوغا، بيقول لك سبع حالات، والمديتيشن هي جزء من اليوغا، تجاوبك المديتيشن هي جزء من اليوغا. من اليوغا ايه، ما هلا بقول لك ليش ما نفهم شو يعني يوغا، مش يوغا يعني انهيل اكسهيل وجسديا فقط، اليوغا في لها ثمان، المره الجايه الحلقه الجايه اذا نرجع بنحكي عن شو هي اليوغا بثمان علميا، ثمان حالات لليوغا شو هن، تفسر عن جد اليوغا وهي مدخل علمي لليوغا. بس هلا تعال كفي نجاوب الاوبزرفر اللي هو ثلاث حالات وعي عندنا، الحاله الرابعه هي حاله الاوبزرفر المراقب. اول حاله وعي شو هي؟ حاله الوعي، الوعي الواعي. هلا نحن يعني انا وياك عم نحكي واعيين انه عم نحكي، هاي حاله وعي، هاي اول حاله. ثاني حاله وعي لما النوم العميق، اذا انا بروح وبنام بس نام نوم عميق شلب هيك شو بصير؟ بنام نوم عميق، هاي حاله وعي مختلفه، هاي حاله وعي ستيل. ثالث حاله وعي هي الحلم، لانه الحلم منه يقظه منه وعي،
مش انا هلا واعي، والحلم ما انه نوم، هي حاله ثالثه. ثلاث حالات من الوعي، وهو الانسان لك قديش نحن قديش هن سهلين، بس انه بدك تعرفيهم حتى تفهمي انه شو هن. يعني سهلين مع قديم ذات الوقت قديم إيه. بس واحد يحكيهم ببينوا سهلين، ما انا ما عم نعيشهم كل يوم، صح ما كل يوم عم نعيشهم، بس بدك مين يفكر، اسمها pointing out، حدا بوجه لك الواضح، الواضح موجود بس نحن مش منتبهين له. هيك اليوغا، اليوغا والتأمل، الموجود وواضح موجود، ما هو جواتنا بنص قلبنا جوا، بس بدك حدا يدلك على الطريق حتى تمشي. هون رابع حالة من الوعي، حالة المراقب اللي عم بيطلع، هيدي حالة موجودة، وهي باليوغا وبالمديتيشن بيوصل الواحد انه يراقب افكاره بالتأمل بالتحديد حتى يوصل لمحل يوقف الفكر. وانا عم بحكيها لانه انا مختبرها، ما بحكي شيء لانه قريته بمحل، مختبرها، بيوقف الفكر بيرلي، يعني بصير بين كل فكره وفكره مسافه طويله، بسموها باليوم فليتنج ثوت، يعني بين كل فتره وفتره بتملأ فكره هيك. بس شو بده الواحد يوصل لهي الحاله؟ بده يبلش بالنفس والتنفس، بده يبلش بالمفهوم والمعرفه وكيف التقنيه بتشتغل، وبده استاذ حتى يدل له 1 2 3، بعدين بيقدر يوصل لمحل يوقف فكره. تخيلي قديش واحد بيكون حر إذا بيقدر بيقدر باي ويل بإرادته يوقف فكره وبعدين يشغله وقت اللي بده. That's هيدا الشيء كتير كبير. عم بحكيكي أنا خلاصة المعرفة الأساس يلي موجودة صار لألوف السنين. يعني أنت عم تحكيها بالكلام عائد، وأنا بحس أنه مستغربة شو لكان بالتطبيق. بالتطبيق شو يعني 100% 100%. وأنا بوعدك وبعد مشاهدين، أنا ما بحكي كلمة مش مختبرة، ولا عم بحكيك هي مش انه درست وقريت وحضرت وكذا، مختبر. ولما مختبر انا بحكي عن اختباري، واي دونت كليم، مش انا بقول هيدي الصح وخلص، لا انا بقول هيدا التقنيه وهيدي اليوغا بكل تواضع اشتغلت علي وات وركس، واعطتني حضور واعطتني قوه فكريه واعطتني صحه جسديه، الحمد لله يعني كتر خلق الله الحمد لله. سو اذا الواحد بده يعرف انه هيدي الشغل بتشتغل، انا ما بدعي ابدا، بقول لك هيدي موجوده 1 2 3. في كثير ناس بيقروا بيحفظوا بيجي بيقول لك هيدا حكي هيك، يعني هي الصح وهيدا ابدا. ما بدعي المشاهدين حتى بحكيتي ما يكونوا فولورز، ما يكونوا تابعين على العمياني، ما يكونوا مثل خواريف ويلا بنمشي، لكن وصلتنا نكون خواريف ونمشي. نحن منا وعي، منا حضور، منا معرفه، حتى كل البشر يوعوا مع بعضهم، يطلع نسبه الوعي، ارتفاع نسبه الوعي تجاه اي شغله هي اكثر مناعه للانسان بحياته يعيش حياه سليمه ومليانة بسلام. طيب عائد، بتختلف شخصية الإنسان حسب نضجه، حسب ثقافته، حسب قد ايه مسافر، قد ايه رايح، قد ايه جاي، قد ايه مكتنس من خبرات هالحياة ليقتنف اليوغا بشكل أسرع؟ يعني بتفرق بين شخصية وشخصية. أنا بتفوتني أنت معك بصف يوغا دغري باخده ودغري بلقطه ودغري بستفيد منه، شخص آخر يمكن يعمل معك يمكن 5 جلسات ويقول لك لك يا عائد ما حسيت بشيء. هون النضوج والخبرات بالحياة بيلعبوا دور. أوكي، لك السفر، الروحات، المنجية، الإنسان بصير مخه مفتح. شو يعني مخه مفتح؟ يعني بيقبل الغير، مش بس هيك، ثقافي يعني كمان ثقافي طبعا ثقافي ايه. ولكن هيدا الشيء ما بيمنع انه التكنيك بتشتغل على الكل. يعني اذا كان مبتدئ نحن بنحطه بصف بيجنر مبتدئ، ما مش انه بصف كتير صعب ويقعد ويهرب وخلص ما عادش بده صعب إيه. وما فينا نحطه كمان بمحل كتير متطور، مشان هيك مطلوع السلم شو ستيب باي ستيب، درجه درجه، طلعني درجه درجه اوكي، توصل على الدار دار البيت يعني على هون. سو نطلع درجه درجه، ودرجه درجه يعني يبلش الواحد يطور وعيه بهيدا الموضوع. في كتير معلومات اللي بده معرفه بعطيهم، وبصير بقول لهم ارتكلز انا كتبها على الموضوع كمان وديهم للعالم تقرا عن شو. يعني 2، بتبلش تختبر كيف تشتغل جسديا وكيف الفكر بيشتغل وقت كون انا عم بتحرك جسمي، اسمها مديتيشن ان موشن. وثالث شغله كيف النفس بياثر علي انا وعم بعمل اليوغا. ورابع شغله كيف حركات اليوغا الجسديه بس اشتغل فيها بتفكفك الستريس من جسمي. ما هون بس نوصل للستريس برجع بقول بتذكر ستريس نوعين، 1 كيميكال واحد فيزيكال. والكيميكال ستريس هو كيميائي من الاكل من الشرب من التوكسين الموجود بالهواء والتفر الخبريات من الحبوب اللي بلعناها وكل هالقصص. والفيزيكال ستريس هو تعب جسدي، عم بشتغل مثلا تعبت كثير، عملت ستريس، عم بروح على الجيم مثلا تعبت حالي هيك قاعد على الكمبيوتر كل النهار صرت هيك. شفتي مثلا انا هلا ما وصلنا ما انا ظهري هيك انا قاعد جالس. مزبوط، وقلت لي اول ما قعدت قلت لي انا بعمل هيك لان انا قاعد جالس، قاعد يعني جالس. حتى انت معود تقعد جالس. الظهر الله خلق الظهر يكون مستقيم، في عنده انا في التفاصيل هلا اناتومي بس انه في كايفوسيس وتحت لوردوسيس واثنين هن 4 قول. سو الظهر بده يكون بهالحاله، واذا كان بهالحاله ما بيكون اوفر كايفوتيك، ما بيكون كثير هيك، اللي بيكون ستريس وكثير تنشن برقبته بجسمه هيك بصير هيك. وحتى الدم اذا انا هيك الوضعيه تبعي غلط ببطل يوصل على الراس مزبوط، ببطل الراس يفكر مزبوط، بصير واحد معصب دغري وما بيعرف ليش، وهيدا بينتقل لمحلات منا منيحه.
وضعيات جسدية كتير مهمة يا جماعة. We have been given، نحن الله عطانا جسم رائع لازم نهتم فيه. فالوضعيات الجسدية إنه الظهر يكون مستقيم كتير مهمة، القلب كمان بيودي الدم مزبوط على الرأس كمان مهمة، التنفس بقوي القلب، التنفس بقوي الرواية بفتحهم، بيزيد نسبة الأكسجين الليكويد بالدم. يعني في كتير كل فكرة عم بقولها من هون، بس كل فكرة عم بقولها من هون في عليها شرح ساعة يعني إذا ما نحكي كتير تفاصيل. بس أدي بتعرف أنا ببسط بالخبرية إنه صار في كتير وعي بهيدا المجال. يعني قبل لما كنت تقول يوغا يي راح يعمل يوغا كأنه إنه يي عيب أو هي شيء بيضحك، هلا لا الناس صارت تعرف قيمة هيدا الشيء وبيقولوا لك عن جد بلشت أعمل يوغا وقد ايه تحسنت. قد ايه صار في وعي بهيدا المجال عائد لفن اليوغا؟ نحن العصر اليوم تغير كثير، هو عصر التكنولوجيا، هلا صار عصر الاي اي، هلا الذكاء الاصطناعي وعصر الميديا والسوشيال ميديا وكله، صار اللبناني بيلحق برا. ولانه شكرا على فكره، شكرا للهنود والله، اجوا الحكماء الهنود راحوا مزبوطين، راحوا على امريكا وراحوا على اوروبا وعلموا هاليوغا، اخذوا الاوروبيه هودي اليوغا والامريكان اوكي تا تا تا، طلعوا ونزلوا السوشيال ميديا، ب 50 سنه صار في قلبي نوعيه، اللبناني بيلحق which is very good. وهلا بطل اللبناني يلحق بس صار اللبناني رائد، وي ليد. هلا في عنا ناس بلبنان عندهم معرفه جدا رائعه، واذا بنحط ايدنا بيد بعض كلنا سوا بنشتغل، مالنا دعم بس بنشتغل كلنا سوا بنوصل لمحل كتير 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 حلو بالمعرفة وبيرفع سقف المعرفة نحو اليوغا ونحو حياة أفضل. يعني عائد أنا بدي أشكرك كتير على هيدي الحلقة وبدي أشكر وجودك، بعرف أنك جاي من مكان بعيد وصار هيدا الشيء على الطريق ورجعت كفيت هون. شو حكمت اليوغا؟ أكيد عادي، ما هون الإنسان ما بدك تتصرفي من خوف، أنا ما بحياتي ولا مرة تصرفت من محل خوف. حذر ممكن بتطلع والحضور بيقلك بتروح يمين أو بتروح شمال، سمبل بسيطة، بس إذا خلي المخ يشتغل كتير ووري ووري وقلق وتا تا 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 ما بتصير المحل. نمشي نتكل على الله على طول، نعمل اللي علينا مثل ما قلنا، نعمل تنفس ونعمل يوغا ونعمل تأمل، نكون حاضرين نهتم بصحتنا، وغير هيك اللي بيجي من عند الله كله منيح. أكيد نحن بالدائرة الصغرى بضل فينا نتحكم بحالنا، بالدائرة الكبرى ما فينا نتحكم فيها، بنقول مثل ما الله بيريد وبنمشي. عائد غانم خبير في رياضة اليوغا الفكرية والجسدية، شكرا كثير لوجودك معنا عائد. المرة اللي جاي مثل ما وعدتني بدنا نحكي بي سبع بويب ولا ثمانية بويب؟ قلت ثمانية لليوغا، بدنا نعرفهم منك. أهلا وسهلا فيك. لهون أصدقائنا المشاهدين ونوصل إلى ختام فترتنا الصباحية، يا رب تكونوا قضيتوا معنا أوقات حلوة. إن شاء الله بكرة بنفتح بويبنا بيوم جديد ومنقلكم هيدا يوم جديد فعلا عن حق وحقيقة. الله يحمي الجميع وانتبهوا على حالكم، إلى اللقاء.